من حلف الطلاق على زوجته، وهل وقع، هل وقع طلاق؟ واذا وقع هل هذه للبنت عده؟ وجزاك الله خير. القضيه دي يا اخواننا فيها تفصيل كثير، لكن انا دار اقول لك اول حاجه اعمل حسابك من حاجه اسمها حلف الطلاق لسببين. السبب الاول انه حرام، ما بتستحلف بالطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليسرق، دي اولى حرام. اثنين، بدخلك في مشاكل وخدك في حته ضيقه. المراه يومك اللي انت حلفت لها بالطلاق بقى الموضوع في يدها هي، ما في يدك انت. وانت تامل في الشريعه الاسلاميه، ربنا جعل قضيه الطلاق والزواج في يد الرجل لا المراه، في يد الراجل، لان الرجل يصبر ويتريس وبيوزن الامور، لكن المراه لو بقى الموضوع في يدها بتلعب بيك، ممكن تطلقك في يوم واحد ثلاثة طلقات. ولهذا انت ما تخلي الطلاق في يد المرأة. يومك تقول لها لو مشيتي بيت الجيران طلقانة، حلفت عليك لو مشيتي بيت الجيران طلقانة، بقى الطلاق في يد مين هسه؟ في يدك انت ولا هي؟ انت ما سلمت ليه؟ بقى الموضوع عندها هي، ما عندك انت. بتلبس ثوب وبتمشي ناس الجيران بتورطك. فشوف الحلف بالطلاق بوقعك انت ذاته في اشكال، وبخليك ذاته انت خايف. اخوانا تلقاك تتاوق، المرأة دي مرقت ولا ما مرقت؟ انت مو في مرقة المرأة، المرقة مرقت انت من خشبك. الكلمة دي مارقة مالك، ما تخلي في يدها. انت قول لها كده امشي ناس الجيران، انا بوريك اللي بيحصل شنو. ما معروف اللي بيحصل شنو، ممكن تجيب لك صوت تجلده، ممكن تتكلم معاه، ما معروف. ولذلك ما تمرق الكلمة دي انت من لسانك. اما لو مرقت فحكمها واحد من اثنين. العلماء بيقولوا الطلاق ده اسمه طلاق معلق، لانه انت علقته في حاجة معينة، مرقت ناس الجيران، عملت كده، ده طلاق معلق. اما معلق في حاجة بالنسبة له تقدر تأمر أو تنهى، يعني أعملي أو ما تعملي. شوف أي شيء مربوط بالدائرة دي، أعملي أو ما تعملي. ولا لنفسك أنت تقول لها عليه الطلاق، أنا تاني سجاير ما أشربه. أنت الغرض من الكلام ده شنو؟ الغرض منه هل أنت دار توقع الطلاق ولا دار تمنع نفسك ما تشرب سجاير؟ واضح الغرض أنه دار تمنع نفسك. طيب اي حاجه يا اخواننا قالوا فيها امر بانه تعمل او ما تعمل، كلمه الطلاق لو معلقه في الدائره دي الطلاق ما بيقع بها، ده الصحيح والراجح، ما بيقع الطلاق. لكن عليك كفاره يمين. مره قلت لها عليك الطلاق ثاني ما تمشي بيت الجيران ومشت، الطلاق ما بيقع، لان انت قصدك النيه الاساسيه مش انه توقع الطلاق، نيتك الأساسية إنها ما تمشي لسبب معين أنت أدربه. فهذا يا أخواننا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، النية الأساسية ما توقع الطلاق، عشان كده قالوا ده ما بيقع طلاق. لكن عليك كفارة يمين اللي هي بحسب المعروف من كفارة اليمين. أما لو أنت وردت رقبتك وجعلته في موضوع ثاني ما عنده علاقة بأنه تلزم نفسك ولا تلزمه، تمنع نفسك ولا تمنعه، لا علقته بحاجة ثانية، تقول لك كان صفحة الواطة انت طلقانة، دي ما فيها اجبار بحاجة، فيها تعمل شيء، فيها ما تعمل. انت قلت لك كان صفحة الواطة انت طلقانة، اها خلاص بعد الواطة كان صفحة طلقانة، ما تقول لا لا والله انا ما قاصد، ما قاصد طريقتك. ده معلق على امر خارجي ما يتعلق بافعل او ما تفعل، ده طلاق بقع بقع. تقول لك يا ولدي طلقانة، بس جهز نفسك بعد المرة دي، إلا الجرد يقعد جوا، إلا ما يمرق مرق طلقت. ودي برضو يا أخوانا الزول انتبه لها، وده كله تمرق نفسك منه يا أخي. وكلمة طلقانة طلقانة ما تعودها للمرأة، ما تعودها طلقانة وأي شكلها، ما تستخدم الطلق ده سلاح. شوف باقي الأسلحة الثانية، أنت عندك أسلحة كثيرة وزخاير استخدمها في حاجات كثيرة ثانية استخدمها، بس الطلق ده لا.